قوت شلمجت. شلونك؟ اخبرك ابوك باللي صار بينه وبين عساف؟ عساف طرد ابوك من شي. قبل ليلة على الغدير ابوي قال يا المجد يا المجد. قهوة دائما ان شاء الله. هلا عايد. هلا والمهلي. يا عايد وش فيه هرجتك؟ بالاول يا طويل العمر اريد انشد منك يا خير. جروح وش يكون لك؟ صحيح ينقال يا عاد جروح يكون نسي خال البحر. يا شيخ محيسن ظنيت انك عرفت وش هو قصدي. ايه عرفت. تريد تقول النصيب بين دحل وصبحة صار الأمل مقطوع منه. ايه طال عمرك شرع الله حال ما بينه. وديعك الله يا عاد. خاطرك يا بدر. سلامت الله. خاطرك يا دحل. انتي وش دراج باللي صار؟ اي شعيله. قصدك الرحيل؟ زين يبا حين ينام العرب نرحل. يا يوبا يا يوبا طال عمرك لا تظل تدافع عن قرناس يا مدحت السواهي دواهي. ليش تعرف انه قرناس نيتوشينا تظهر انه يريد يشب في رسه. وكاد هو اللي زهم يم سليم وعلم انه خالي يكون جروح. يا محيسن اسير سائل بيك وانت ما تدري عنه. من يعرف سليم وعرب سليم وبيت سليم من عرب له غير قرناس؟ وانت وصفت مكان عرب سليم لقرناس. ايه هذا صحيح. ايه عرف الموعد الجاه قرب وتظهر انه يريد يشب في رسه مثل ما قال الدحل. زين كل شيء يصير. Thank you.
تقبل الله يا ابو فلاح. تقبل الله يا ابو فلاح. الله يقبل منا ومنكم صالح الاعمال ان شاء الله. شفت شفت يا ابو فلاح، رايت الله بيضه اللي انكشف الامر قبل فوات الاوان. الحمد لله الرايه البيضه لانه اخبرني. هاي يا ابو فلاح، ومن هو الرجال اللي اخبرك؟ رجال ما تعرفوه، لكن انا متندم كثير لاجل خاطر الشيخ محيسن. الين هذا هو اللي حزب النفس؟ ترى الحلال اللي اعطانا اياه محيسن امانه برقابنا ويش ما طال الزمن، والحي منه يوصل امانه. والحين انا عندي راي نرحل لدير بعيده. الخوف ان محيسن يجي ويجهد بلانا ويصير يترجى. احرص يا يوبا احرص، انا قلبي كان داقني من هالزيجة هاي. عز الله ما هي بعيدة، يجوز انه يصابحنا ويحرجنا. جهزوا حالكم للرحيل. سلامكم يا عمي، أشوفكم ما أنتم على بعضكم به شيء؟ اسأل حالك عن لعبتك اللي لعبتها. وش اللي اسمه يا ذا؟ أنت غف علينا وأنت عارف وش سويت، وتظاهر إنك ما سويت شيء؟ ولدي يا قرناس، الله العالم وإن عزك أكثر من ولدي تحت. اسمعني زين، فانا طارش من عند سليم تعلمنا انه عادل عن زواج دحل البنت صبح. ليه؟ بي حدا مخبره انه دحل له خال اسمه جروح وبي مرض. ومن هو اللي اخبره؟ ومن هو غيرك يا قرناس؟ وش تقول يا دحل؟ انت ليش بنيت دليلك ورميت سهمك على غير عيار؟ ها؟ لولا الحشمة الراعي الحشمة، ولا ان شان خليتك تحسف على كل كلمة طلعت منك. تنكر انك انت اللي علمت سليم؟ اسكت يا مدحل، انا هرج مع قرناس. هذا اللي صار يا ولدي يا قرناس، ما بي احد بالعرب يعرف سليم، ما بي احد يعرفه غير. ومشوارك لاجل تشبي فرسك زاد الشك عند دحل وامه. انت تقول انك بري بنتك لاجل تثبت براتك، عود بسليم لاجل يسمع جواب. هرجك زين يا عمي وما يخبث الخاطر، انا باذن الله اقوطر وابحث عن سليم واجيبه. زين، هذا اللي يثبت براتك. توكل على الله يا عمي، ان شاء الله ما عود الا وسليم معي. زين يا ولدي، ترى ان ظهرت براتك انا اللي اخذ لك حقك من دحل وامه لاجل انهم اتهموك. انا ما اريد شيء يا عمي. هو فكره مطلب يوم انه ما يجي يتعلل التعليله ما تتم من غيره يعني؟ لا طال عمرك التم، لكن انا قلت انه مطلب وكاد انه ما له خاطر يتعلل الليله. اهم لا لي مطلب، يعني برايه ان اروح احب على راسه حتى يجي يتعلل؟ الله يجعله ما يجي. طال عمرك انت حر برايك. ايه هذا مطلب لزوم ينهان وتنهان قيمته وذله وحفر وجهه بالتراب. ما عليك يا بنيتي، لا تهتمي. الليلة بعد ما يناموا العرب نهد البيت ونطويه
ونرحل. شايف يا عوض؟ بيت مطلب رهل ما ظل من تاريخ غير انقر السود. شوفت عينك طال عمرك. المثل مطلب لو رحل او سكن عده واحد دربة ود ما تجيب ان شاء الله ما عليه سيفه. اشوفك زعلان على رحيل مطلب يا عوض. يا طويل العمر شلون مزعل على رحيل ولد عمنا؟ اي ولد عمك والنعم والله. انا بالنسبه لي مطرب مثله مثل اي دجاجه بالعرب، لا يهش ولا ينش. اسال حالك عن لعبتك اللي لعبتها. انت غفى علينا وانت عارف وش سويت وتظهر انك ما سويت شيء. انت تقول انك برد مطلب لاجل تثبت براءتك، عود بسليم لاجل يسمع الجواب. ارجك زين يا عمي وما يخبط في الخاطر، انا باذن الله اقوطر وابحث عن سليم واجيبه. زين هذا اللي يفرق براءتك. يا حيف والله يا خساره يا قرناس. حتى تعرف يبا وش هو قرناس اللي انت ربيته وعزيته، صار شبه مربي ولد الوحش. انا قول ما يصير تتهموا قرناس بشيء قبل ما تثبت عليها التهمه. المتى يبا؟ المتى وانت تظل تدافع عن قرناس؟ المتى؟ طول ما الهوى يطرق راس خشمه وانا دافع عن قرناس ما دام ما ثبت عليه شيء. باينه من غير دليل يا ابو دحل. من يعرف عرب سليم وبيت سليم من عربنا هو انك تريد تناسمه غير قرناس. يا يوبا انت تعرف الحقيقه لكن تريد تخفيها لاجل خاطر قرناس. العقل زين يا دحل، العقل زين. لزوم كل واحد يشغل عقله زين. اطولك الشافه والايام شواهد يا ابو دحل. ايه عين خير يا مدحل، عين خير تلقى خير. غريب، عم محيسن يقول البيت سليم بهالمكان هذا، هذا انا لقيت ماني شايف شيء. مرخ، خلنا ندور. يا ترى وين صرت يا المجد؟ صدقيني اشتقت لك، اديره بلياك ما تسمع، لكن وجودك بينا يخلي عساف يفكر بيك، وبعدك عنا يخلوه يفكر بي. لا تواخذيني يا المجد، يا ليت ان عساف يطلبني من ابوي واكون حليله له، غير اخلوه مثل حد السيف مثل رحمت ابوه فرهود، وكاد عساف يخلصني من الفقر. الحمد لله يا بنيتي، الحمد لله على كل شيء. علامك يا المجد،
ايه انا ادري انك تحسري على شعيلة، وانا بعد يا بنيتي اتحسف على عوض. ايه الله يسمع منك، يا ليت ان عوض يرحل ببيته وحلاله لهالديرة الزينة، لكن عاد عوض ما يقدر لانه كل مصالحه مع عساف. الله يهديه ويهدي عساف بعد. المخاب ظني هذا مكان بيت سليم، لكن وين؟ وين الرجل؟ معقول يكون راحل؟ عالم الله هذا من حار وقت عودت للناس السليم. يا رب أول ما سألك براءة قرناس يجعل يكون عيري بريء من كل اللي صار. هذا مكان البيت. أي وكاد سليم راحل، وين أدور عليه الحين؟ أنا وعدت عمي محيسن ما أعود للديرة إلا وسليم معي. وش المصيبة اللي جتني؟ ما أشوف لا طير طاير ولا وحش غاير. أحسن شيء أخذ فرسي وأروح أبحث عنه، إن شاء الله إنه صدفة. أشوف قرناس ما عود يا محيس. إن شاء الله إنه يعود وسليم معه يا نعاية. إن شاء الله. تلقاه الحين مع الطريق يترجب سليم لأجل بريه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وش اللي اسمعه يا دحل؟ يا يوبه طال عمرك ما هي بعيدة عن قرناس. وبعدين أنت شوف إن ما أقنع سليم يشهد لصالحه. أنت زعل إنه يبرق قرناس؟ عبالك تثبت عليها تهمة؟ يا خسارة يا حسافة على الرفق اللي هذه نهايته. هذا الجواب طال عمرك ينقال القرناس مو هو الدحل. ينقال له لو كان هو اللي قال لسليم، وإن كان مو هو اللي قال لسليم ينقال لك ولولدك شنعاية. ينقال للمختي طال عمرك. إيه ينقال للمختي. هالحين أقول إنك قلت الصحيح. إيه بس أقول له حنا عارفين الحقيقة. بس بد ما تظهر الحقيقة ويروح المخطب خطاه ويسعد البري بنجاته. بعدين أنا شايف سليم ولا لقي له أثر أعود للديرة؟ لا لا أنا وعدت عم محيسن معود إلا ودليل براتي معي. أنا بإذن الله باكر مع الضوء أقوطر وأبحث عن سليم. We'll be right back.
وين يا شحيلة؟ أريد أوجه يم البيت. ليه؟ أبوك معاود؟ لله معاود. شحيلة مدري مدري عيوني نول من عميات عنك. اليوم اليوم عيوني فتحن ويا ذكر الله عليك، ترى عيون اليوم اللي شافنك. وش تقصد من هرجك هذا؟ هي أقصد يا شعيلة ما شاء الله عليك، ما شاء الله على طولك، ما شاء الله على شعرك، ذكر الله على عيونك. أنا ما أدري عيوني ويش بلاهن، ليه ما شافنك من مبطي؟ انشد منهن وين مدت؟ لا تفكري انهن مدن بصرهن يما الخرسة واحرفن عنك. أنا طلبت للزواج من الخرسة لمر ثاني. وش هو؟ الخرسة يا شحيلة انها كبرت نفس وزيادة حيل، وهي اللي تمشي أبوها على رايها ويمشي هو مثل ما ودها. ولهالسبب أنا ودي أتزوجها وأحطها تحت العصاه وأزغر من نفسها وهينها وبهدلها. فهمت وش هو قصدي؟ شعيلة لدي بعيوني وانت تعرف الجواب، ترى صورتك مرسومة جوا عيوني. حتى لونهن مثل بعضهن. شعيلة أنا ردت أتزوج الخرسة وبعدين أتزوجك وأكيد هبيك. ليه عيونك من عميه من زمان ما تشوف شحيلة؟ يا المجد علامة يبا، ليه ما تلبسيها برقبتك؟ يبا أمك الله يرحمها الزوم تلبسيها لأنها ذكرى منها، خلنا نظل نتذكرها بيها. البسيها يا بنيتي البسيها. ترخصيلي أريد أزهم يما الحلال، ديري بالك على حالك. عساف وكاد قصده الزواج، من قلته لي أحس إن عيوني دوبهن شافنك يا شعيلة. لكن لو تزوجته وكاد المجد تلومني. أنا محتارة أوافق ولا أرفض. لو طلبنا وافق وليه ما وافق؟ وين انت يا سليم؟ وين انت؟ دورت عليك بكل مكان وما لقيت لك اثر. ايش اساوي؟ ما هالقدر يا عمه، ما هالقدر انت ودحل ترموني بهالتهمه؟ يا خساره على عمر ضيع بكمله بكلمه واحده. لكن ما يخالف، وبالله ولدكم وماني غريب عنكم، الله يسامحكم. Thank you.
يا رب انك تعثرني بمطلب لاني اشتقت له كثير. صحيح انا اخطيت بحق سليم. ليه يا محسن؟ وكاد لجنك شفقت عليه واعطيته حلال، بين انه ما يستاهل ويا ليتك ما اعطيته. ليه يا دحل يا خسارة الخسارة؟ والله انا قصدي شيء وانت قصدك شيء ثاني. وش قصدك يا محسن؟ لزوم طلعته على الامر كله من مبدأ ما يصير ان اغره. يبا هذا صار لي نصيب بنت ثانية، تخبر أهلها؟ لزوم أخبرهم، أخير ما يسمعوا من حدا ثاني. هذا لعاد حكم علي بعدم الزواج. حيا الله بعوض، حيا الله ورحب. تحيا ودوم، شلونك يا مطلب؟ بارك الله فيك، تفضل تفضل يا أخي. يا الله هلا، شلونك يا المجد؟ شلونك يوبا؟ ايش عيلة، ايش عيلة، تسلم عليك كثير ومشتاقة لشوفتك بعد. اي ادري وانت مشتاقة لشوفتها. والله حي الله بعوض، حي ودوم. علامش يا المجد، بعدين تعرفي كل شيء من عمك عوض، الحين جاهزين نزال. بارك الله فيك، يرضى عليك. حي الله، حي الله بعوض، حي ودوم يا اخوي. اه قل لي ايه؟ وش اخبار عساف؟ عساف اي. عساف ابو دحل، علامة اشوفك منت على عوايده. قرناس يا نعال، طول طول وانا بالي قلقان عليه كثير. غريب، لزوم يكون معود من امس، اشوف الليل صار وبعده ملفه. ما سير العبد غير خالقه طال عمرك. وكاد سليم مو بالعرب، يجوز زاحم مشوار وقرناس ينتظر بي. كل شيء يصير، فانا جاهز لك تعشى. هنيال منهم، هنيال منهم بلياليهم ينامون، وهنيال منهم عن المصايب بعيدي. أنا انبليت، أنا انبليت وهم بالهنا يعيشون. أتلوع بحسرات نار اليتامين، متهوم أنا بتهم تنحسب ما يقولوا. يا رب يا رحمن، يا رب يا رحمن، يا ابو الضعافي انا بري النفس عما يشيعون، وما نمنا اهل الردية والذليل. انا بري النفس، انا بري النفس عما يشيعون، ما نمنا اهل الردية والذليلين. متهوم انا بتهم تنحسب ما يقولوا. يا رب يا رحمن، يا رب يا رحمن، يا ابو الضعافي. Thank you.
وش هذا؟ بينه قلادة فضة غالية، يا ترى لمن؟ زوم لواحد من العرب واقع منها هذا، خلها معي أطعيها إياها إن شفتها. كاد بيه عربان ساكنة هان، هاي نزللني لقيت القلادة، إن شاء الله يكون سليم ساكن هان بعد. انداري فلنبحث عن صاحبة القلادة وعن سليم بعد. قرناس ما توخر، غير بي أمر مهو هين. يا يوبا، يا يوبا الله يهداك، لو بيها غيم رشرشت قرناس، لو هواي عود عود زمان. فعل الله ولا فعلك يا دحل، وش اللي اسمع؟ وكاتب خاطرك انت وامك ما يعود قرناس، يا حيف عليك والله يا حيث، يا خسارة الخسارة. دورت عليها بالبنزين والغدير، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إي بالله، أنا السبب، أنا السبب اللي أجبرتك تلبسيها. توكلي على الله، توكلي على الله يا بنيتي، يجوز انها وقعت منك حوالي البيت ولا بالمراح. لا حول ولا قوة الا بالله. عيني خير يا بنيتي، عيني خير. انا ازهم ادورك عليها وانت دوري بعد عليها زين.
يا ابو فلاح انت مضني حالك شتير لاجل خاطر الشيخ محسن. لا تلوميني يا مزنة، محسن راعي الاولى بالمعروف اللي تذكريه، وانا غريت بيه ورديت له هالمعروف متلوف. يا اخوي السليم يا هداك الله، وش بدنا نساوي؟ هذا اللي صار عاد. انت لا تزعل ولا تقهر حالك ولا تظنك نفسك، ترى الظنك للنفس ما هو زين، بعدين انت رجل مريض وما تحمل. يوبا الشيخ محسن هو اللي غرر بينا. ايه يريد يزوجني ابن وليده دحل، وهو يعرف انه ذريته مدحل بها النايبة هذه. صحيح، شلون يرضاها؟ الزوم حنا نكون اصحاب حق، الحق لنا ما هو علينا. وش لو وفرك لا حول ولا قوة إلا بالله.